مرحبا واهلا وسهلا بيكم في ماي ديزني تويز وفيديو جديد من فيديوهات الالعاب للاطفال. مجموعه العاب النهارده للبنات مكياج وكمان مجوهرات، وكمان في حاجه جديده حلوه قوي هي لعبه الساعه اللي فيها مكياج للبنات. يلا بينا نفتح الالعاب ونتعرف عليهم ونشوف خصائص كل لعبه ونشوف بيجي معاها ايه. اللعبه دي طبعا من فيلم تروز الشهير. العاب حلوه كتير قوي ودمها خفيف ولذيذه. يلا بينا نتعرف عليهم بقى ونفتح كل لعبه لوحدها. طيب نفتح ايه الاول؟ انا بقول نبتدي بالساعه النهارده علشان نتعرف عليها ونشوفها. شكلها كتير لذيذ قوي وعجبتني. هي عباره عن ليب جلوس موجوده جوه هنا في الساعه، وبنلبسها على شكل ساعه ولونها حلو قوي، لونها جميل. يلا بينا نفتحها ونشوفها مع بعض الاول. متحمسه جدا ليها ان انا افتحها واشوفها. مرسوم عليها اهي زي ما انتم شايفين، نلبسها في ايدينا كده ونحط بقى وقت ما احنا عايزين. ايه الساعه، خامتها بجد حلوه وشكلها لطيف قوي 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 زي الساعه بالظبط. يلا بقى نفتح من هنا كده ونعمل ونشوف. لونه جليتر وشكله حلو وريحته كمان تجنن. يلا بينا نشوف من هنا من ورا كده. يعني لما بتخلص كمان على فكرة احنا ممكن نحط ليب جلوس تاني عليها ونستخدمها. بجد حلوة وعجبتني قوي. يلا بينا نفتح بقى ايه، نفتح المكياج الاول ولا نفتح الاكسسوارات؟ طيب تعالوا نشوف الاكسسوارات الاول برضو من ماركت رولز. موجود معاها تقريبا ده خاتم، وادي عقد بس مش عارفه في حلق ولا لا، انا قلت حلق بس مش متاكده بصراحه. هنفتحها ونشوف. شنطه حلوه وشكلها شيك قوي، نحط فيها ايه باقي الاشياء اللي عندنا ونضيف عليها مجوهرات تانية من عندنا. ادي الشنطه، يلا بينا نفتحها. هنا ادي الشنطه اهي، شايفين شكلها حلو. ممكن نطلع كمان الجزء ده منها كده، او ممكن نخليه لو احنا مش حابين حد يشوف ايه اللي جوه الشنطه بتاعتنا، ممكن نرجع تاني الكرتونه كده ونخليها مقفوله ما حدش يشوف ايه اللي موجود في الشنطه بتاعتنا، او نخليها شفافه كده عشان نحطها جوه الشنطه بتاعتنا ونشوف بقى الاكسسوارات الاول المجوهرات اللي معانا. شكلهم حلو قوي. لا هي هنا في اتنين عقد وفي اتنين خاتم، بجد شكلهم حلو قوي وشكلهم جميل جدا، مرسوم عليهم شخصيات رولز. ده الخاتم الاول باللون تعالوا نطلعها كده نشوفها. ادي الخاتم اهو، ادي اول خاتم مرسوم عليه شخصية رولز المشهورة. هنا نلبسه كده واسع. لا حلوين بجد، حلوين قوي على شكل قلب، شكله حلو عجبني قوي. ادي الخاتم الاول كانت لبس هنا بقى كده، نشوفه مع بعض. يلا بينا نشوف الخاتم الثاني. ادي الخاتم الثاني، يعني الاثنين شبه بعض شكل بعض، بس الرسومات هي المختلفه والالوان مختلفه بنفس الشكل برضه على شكل قلب. شكلهم بجد يعني حلوين، حلوين قوي، شكله حلو قوي بجد. الاثنين حلوين وشكلهم حلو. نشوف بقى العقد التاني. العقد عايز يتفك من ورا الاول، طيب هنفكه ونرجع تاني. ادي الاسوره كمان شكلها جميل قوي قوي قوي، كمان متعلق فيها برضو قلب شكلها حلو. تتلبس بقى كده في ايدينا يكون شكلها حلو، شكلها حلو وشكلها جميل قوي، وشكل القلب اللي متعلق فيها كمان شكله حلو قوي. ماشي نحطه بقى هنا. وادي كمان العقد نفس الشكل برضو، نفس الطقم عشان يبقى طقم كامل بقى مع بعض، يتلبس مع بعض كله شكله حلو قوي. ادي العقد وادي الاسوره. يبقى الطقم اللي معانا النهارده عباره عن اتنين خاتم وادي اسوره وادي ايه العقد. خليهم هنا بقى كده ونشوف المكياج.
يلا بينا نفتح بقى كمان المكياج بقى ونشوف مكياج منترولز هيكون معانا ايه او موجود جوه العلبة ايه. او نفتح الاول طلاق الاظافر ونشوف اللون. طيب الليب جلوس هو اللي طلع معانا الاول قبل طلاق الاظافر. نشوف الليب جلوس شكله حلو ولون برضو جليتر وشكله جميل قوي. وريحته كمان فراولة وتجنن جميل بجد حلو قوي شكله جميل. تعالوا نحطه كده على ايدينا عشان تشوفوا حلو. هو برضو جليتر وبيخلي الشفايف شكلها ايه. طبعا ده مكياج حقيقي مش بس لعبة. يعني هي لعبة بس عبارة عن مكياج بس المكياج بيكون حقيقي. كمان طلاء الاظافر حقيقي. انا بحب الحاجات اللي هي بتكون بالفعل لعبة وفي نفس الوقت بتكون حقيقية. يعني بتكون مفيدة اكتر. طبعا الالوان كلها الوان تميل الى اللون الزهري او اللون البامبي بنفس الشخصيات او الوان الشخصيات اللي كانت ظاهرة في تروز او الشخصية الاساسية في الفيلم. تعالوا نجرب اللون ده كده ونرسم بقى مع بعض الوان. الله ده تقيل خالص وشكله حلو. بجد فعلا شكله جميل قوي. اللون فعلا تقيل وشكله حلو وجميل قوي. طيب تعالوا بقى نشوف شوف ايه هنا كمان. دي سلسلة صغيرة او حاجة زي كده او ميدالية. لا عبارة عن ميدالية مش صغيرة مش سلسلة. ميدالية عشان المفاتيح بتاعتنا من ترولز برضو مرسوم عليها من ناحيتين شخصيتين من اشخاص ترول. انا لسه بصراحة معرفش اسمائهم وما شفتش الفيلم لحد دلوقتي لسه ما تعرضش عندنا فلسه معرفش اسماء الشخصيات دي. حلو ادي احمر الشفايف كمان شكله حلو وحقيقي شكله حلو وريحته كمان حلوه قوي كتير حلوه قوي وعجبتني وكله ايه يعني كلها كل المجموعه كلها حلوه قوي. دي المجموعه كلها اللي كانت موجوده معانا النهارده المكياج وكمان المجوهرات او الاكسسوارات بتاعه البنات. الاكسسوارات كانت حلوه والمكياج كمان حلو. واكتر حاجه عجبتني الليب جلوس بتاع علبه المكياج وبصراحه كلها حلوه. وكمان الليب جلوس الموجود في الساعه برضو حلو وعجبني قوي. لون طلال الاظافر كمان كان لون حلو وكان لون تقيل ما كانش لون خفيف زي بعض الالوان اللي احنا اشتريناها قبل كده. كان لون تقيل فعلا يعني وحلو وسهل ان احنا نشيله على فكره من اظافرنا. لما ينشف هقول لكم ازاي ممكن نشيله بس بنشده من على اظافرنا وبيتشال بسهوله جدا. وممكن نعيده مره تانية نعيد ان احنا نحطه مره تانية. يبقى احنا النهارده فتحنا مع بعض لعبه الاكسسوارات او شنطه الاكسسوارات اللي كان فيها 2 خاتم كانت طقم كامل ما عدا الحلق ما كانش موجود معاها الحلق. الطقم عباره عن الاسوره و2 خاتم وكمان العقد. بجد حلوين وانا يعني عجبوني قوي. الطقم المكياج من ترولز برضو كان موجود معاه الليب جلوس طلاق الاظافر والحمرة الشفايف كلها حلوة وبتستخدم بالفعل. كلهم مرسوم عليهم ترولز عشان يبقى طقم كامل عندنا بقى شكلهم حلو وبنفرح بيه. في بقى كمان الساعة كانت لوحدها كان موجود معاها بس الليب جلوس. افكركم كانت بتتفتح كده والليب جلوس الموجود فيها لونه زهري وكمان فيه جليتر. كل الالعاب حلوة بجد وعجبتني. في كمان حاجة هنا طلاء الأظافر احنا ممكن نشيله ونغيره في أي وقت. احنا بس ممكن نشيله كده. بصوا بيتشال بسهولة أول ما بنحط ايدينا عليه اهو بيتشال خلاص. شلنا طلاء الأظافر بقت ايدينا فاضية نقدر نروح نصلي ونرجع تاني نحط تاني وقت ما احنا عايزين. طلاء أظافر إسلامي بنقدر نشيله بسهولة زي ما احنا شفنا كده بعد ما بينشف. اتمنى تكون ألعابنا النهاردة عجبتكم. متنسوش تقوليلي أكتر حاجة عجبتكم في اللعبة. أشوفكم بحلقات جديدة وبألعاب جديدة. كانت معكم نادين من ماي ديزني تويز. في رعاية الله ومع السلامة.